الجانب هذا العالمية من وجهة نظر ناس أو من وجهة نظر الطبيعية، أن العالمي هو الذي يكون مشهور في العالم بأجمعه، بحيث يكون في اليابان أو يكون في الصين أو يكون في أي مكان في العالم فهو معروف. احنا ما عندناش مطرب عربي في عندنا هذه المواصفات هذه. كنت منا ان شاء الله الاجيال القديمه ان يكون عندنا مادونا، يكون عندنا مايكل جاكسون، يكون عندنا بيونسي، يكون عندنا من اصول عربيه. وهذا الشيء مازال ما وقعش عندنا. احنا عندنا مطربين عندهم كفاءات عالميه، لكن لحد الان ما عندناش مطرب نقدر نقولوا عليه بانه هو مطرب عالمي. اي مطرب عربي، لا يوجد هناك مطرب عالمي عربي، لا يوجد. لكن عندنا موسيقى بمواصفات بشكل او باخر. تنهضروا على المطربين العالميين. العالميين بالنسبه لي هو تيمشوا في اي مكان في العالم، في هذا الكوكب، العالم كله، الكره الارضيه، فهو معروف فيها. لحد الان احنا ما عندناش هذا. عندنا مطربين طبعا رائعين وعندهم مواصفات العالمية، لكن احنا مازال ما وصلناش للميديا ديالنا، مازال ما قدرش لحد الان توصل للمستوى العالم. عندنا الميديا كتوصل في مستوى الوطن العربي، في بعض الاماكن في اوروبا، انما العالم بيأسري في هذا. يمكن الاجيال القديمة يمكن تقدر موازين المهرجانات المهمة اللي اي حد كيتمنى انه يشارك فيها. ان شاء الله نجاوزوا جميع الاشياء. وانا دائما اي مكان يعني في تواصل بيني وبين الناس وبين جمهور المغربي او جمهور في اي مكان في العالم، انا بالنسبه لي هو الشيء الوحيد اللي كالواحد الفنان تيحيا من او تيعيش من خلال تواصله مع الناس، من خلال حب الناس. فدائما المهرجانات الكبيره هي اولا منها تعرف الفنان شنو قيمته عند الناس، ومن خلال الحضور وموازين من المهرجانات المهمه كيف قلت من شويه، واي واحد يتمنى انه يكون متواجد فيها بشكل مستمر، وان شاء الله كيف قلت لك احتمال وارد.